خلاص اتحلت مع خدمة حوالة عن طريق الصراف الآلي. حول قروشك من بطاقة الصراف لبطاقة الصراف أو استلم حوالتك مع أكبر وأفضل شبكة صرافات آلية، وبأسهل وأسرع طريقة طوال اليوم. استمتع بخدمة الرواد علشان مع بنك فيصل الإسلامي بجد خلاص اتحلت. بنك فيصل الإسلامي السوداني، نحن الرواد. مساكم مشاهدين الأحباء وين ما كنت بتتابعونا عبر شاشة قناة أنغام الفضائية. سحر الموسيقى السودانية وتحية مسائية طيبة لكم جميعا. لقاء جديد وأمسية جديدة، من هلا بكم ويا هلا بكم. سعادة جدا نلتقيكم عبر هذه الأمسية الجديدة اللي بنستصحب من خلالها العديد من الفقرات اللي بنأمل من خلالها نعطيكم ونقضي سويا وقت طيب وممتع. خلوني بداية كده أنه يعني أروع وأطيب وأجمل تحية مسائية لكل أم في العالم بتتابعنا، ولكل أم هي موجودة. يعني بنقول لها كل سنة وانت طيبة، كل الأمهات بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ربنا يديكم العافية إن شاء الله. ويعني الأم تستحق أن يحتفى بها في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل حين. ولكن يعني 21 مارس من كل عام ده توقيت تعودنا كلنا فيه أنه نحتفل بالأم، وهو عيد الأم اللي بنحتفل فيه احتفالية بنكهة خاصة جداً بأمهاتنا العظيمات اللي ما لهم من دور عظيم جدا في تربية ويعني تربية أبنائهم، واللي يعني كافحوا وناضلوا وسهروا الليالي وتعبوا من أجل أبنائهم من أجل تربيتهم وتخريجهم للمجتمع. الأم تستحق أن يحتفى بها وأن تكون كل الأيام لها أعياد، ولكن 21 مارس اتعودنا أنه بيكون هو عيد الأم في كل عام. وسعداء جدا أنه يعني في أولى فقراتنا أنه نكرم واحدة من الأمهات اللي هي بتستحق التكريم فعلا. هي أم في البيت وأم في المدرسة، هي معلمة وأيضا مديرة مدرسة أبو بكر الأمير الثانوية بنات. سعيدين جدا بالأستاذة هالة مرغني راشد. يسعد مساكي، كل سنة وانت طيب ومرحبا بك داخل الأستوديو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعيدة جدا بأن أكون في قناة أنغام عبر هذه هذا البرنامج في هذا اليوم الجميل جدا اللي هو الاحتفال بعيد الأم. وطبعا الاحتفال بعيد الأم هو يعني احنا بنحتفل بعيد الأم كل ما نراها وكل ما نسمع صوتها وكل ما يعني وهي ذكرى جوانا في كل نبض من نبضاتنا. بس بك 21 مارس هو رمز لهذا اليوم. صحيح. والله احنا سعيدين بك كثير وبكل امهاتنا يعني الموجودات، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يديكم الصحه والعافيه، وبنترحم على الارواح اللي رحلوا عن دنيانا. نمتد الترحاب ايضا بانيق المفرده وجميل الكلمه اللي منوره داخل الاستوديو اليوم من واحد من اغنياته اللي كتبها، هي اغنيه يما للفنان ميدوب انسه. سعيده جدا ويطيب لي ان اكون بمعيتي داخل الاستوديو، نكون في حضره الشاعر القدير الاستاذ محجوب الحاج. يسعد مساك وكل سنة ويعني والمدام طيبة وكل الأمهات طيبين، كل أم مقربة لك طيبة. أهلا وسهلا، حبيت ومرحب بأسرة بنات أنغام، وعبركم نحيي كل أمهات السودان والأحياء من والأموات. والأحياء بنقول لهم كل سنة وانتم طيبات وربنا يديكم الصحة والعافية. وفعلا بيقوموا بدور عظيم جدا جدا، وربنا يقدمنا كلنا على جزائنا.
ان شاء الله يا رب العالمين. طبعا احنا عايزين التحيه تكون دايما هي تحيه الشاعر، بتكون دايما بقراءه شعريه ونص شعري، وحدة واحده من الاغنيات اللي كتبتها من اجمل القصائد اللي انت كتبتها، قصيده يما اللي هي تغنى بها والله الفنان ميدو نص أوزر. يوم انا حقيقه كتبته قريب، وانا شخصيا والدتي متوفيه، وانا كتبته بلسان حال انه هي ما زالت عايشه، وهي ماتت جسدا لكن روحها باقيه، روحها وقاعده معانا عايشه معانا بكل تفاصيلها، وبترحم عليها ربنا يرحمها، ربنا يرحمها وتغمد بواسع رحمته، وربنا يدي الأمهات كلهم الصحة والعافية إن شاء الله. حنجي نسمعه ونحيي بها المشاهدين وكل الأمهات. كيف بنستأذنك أنت والمشاهدين فاصل نعم. وبعد نتواصل، تبقوا معنا.
تحية لكم مجددا الأحباء المتابعين، وتحية لضيوف داخل الاستوديو. سعداء جدا أكون في حضرة أنيق المفردة والجميل الكلمة الشاعر الكبير الأستاذ القدير محجوب الحاج. يسعد مساك مرة ثانية ومنورنا داخل الاستوديو. أهلا بكم. يا مرحبا بك، وترحبنا أيضا بالأم العظيمة اللي هي موجودة معنا اليوم، وهي مكرمة وبتستحق فعلا هذا التكريم. بنكرم اليوم بمناسبة عيد الأم اللي هي معلمة ومديرة مدرسة أبو بكر الأمير الثانوية بنات، الأستاذة هالة ميرغني راشد. مرحبا بك مرة ثانية، كل سنة وانت طيبة، ربنا يخليك أولادك كمان ويخليك اليوم. خلي كل الأمهات إن شاء الله، خلينا كل أمهاتنا يا رب، ويديهم العافية يا رب. أستاذ محجوب، يما، أغنية يما اللي كتبتها لميدوب تغنى بها الرائع، يعني الصوت الجميل الأستاذ ميدوب أنسة، بنحييه تحية المساء الجميلة من هنا وتحية الصحة والعافية. تفضل. نحيي أيضا الصغار عبد اللطيف خديوي عبد الحاج اللي قام بتلحينا. يا سلام، نحييه تحية خاصة وأسرته في الدوحة، نحييه من هنا. نحيي الأمهات نحيي عبر هذه الأغنية والقصيدة كل الأمهات، ونقول للأم سلام يا أمي يا يما، سلام يا أمي يا يما، يا البراك بتساوي أمة، يا الحنان الدنيا كله بلقى في حضنك بضمه، سلام يا أم يا يما، تسلمي تسلمي ديما يا أمي، يلي تشيلي ليه همي، ويلي منشرف الأحزان ولي بالفرحة بتلمي، ما بقدر أجازيكي لا بالروح ولا بدمي، سلام يا أم يا يما. وانتي يا أمي البريدك، ليك بهني بعيدك، وليك أنا بهدي يا غالية قليبا مالي بريدك، الله دوامي عنيكي ويبقى السعد طول عيدك. أمي يا نبع المحنة، يلي مني علي أحنة، يلي كافحتي ربيتي ولي عطاك ما ضنى، يلكافحتي ربيتي ولي عطاك ما ضنى، ليك الصحة والعافية وطول العمر بتمنو، أبرك ديما أحسن ليك شان بعفوك أتهنى، لأنك أنت يا غالية تحت قدامك الجنة، وسلام يا أمي يا يما، يا البراك تساوي الحنان الدنيا كله ملقى في حضنك بضمه. يا سلام يا سلام، بكل تأكيد الأم مدرسة إذا عدت وعدت شعب طيب العراقي، يعني الأم تستحق أن يحتفى بها في كل ساعة، وهي تستحق أن تكون كل الأيام لها عياد يعني، لكن 21 مارس عنده نكهة خاصة جدا. أستاذة هالة، يعني الأم العاملة دائما يعني بيكون المهام عليها أكثر والمسؤولية بتكون أكبر، فكلمينا شوي عن تجربتك في التدريس، وكيف بتوفق ما بين وجودك في المدرسة وجودك في البيت مع أولادك، وبعدك حنجي لحتة الأم في المدرسة ذاتها، احكي لنا شوي تفضلي. طبعا الأم دورها عظيم جدا في تنشئة الأولاد في البيت، وكانت الأم قديما دائما هي أم غير عاملة. الأم العاملة بتكون يعني عليها أعباء أكبر، صحيح، يعني بتكون عليها عبء خارج المنزل وعبء ثاني داخل المنزل. كمان لما تكون معلمة بيكون عليها تربية نشء في المدرسة وتربية نشء في البيت، فهي بتكون يعني أساس للتربية في البيت وفي المدرسة. التوفيق بين العمل في خارج المنزل اللي هو المرأة العاملة عموما والبيت هو توفيق من الله سبحانه وتعالى في الأول، وبعد ذلك يمكن بتكون في مساعدات من الأسرة إذا كانت الأم المرأة العاملة هي أم، يعني بتكون في مساعدات من الأسرة، دائما الحبوبات والخالات بيساعدوا في الحتة دي.
لكن الأم لما تكون معلمة بالذات يعني يمكن حتى دوامها بيكون هو مع دوام أولادها، ما بتكون في مشكلة، أولادها حيجي من المدرسة وهي حتجي من المدرسة. لكن العبء عليها حيكون كبير في إنها هي عايزة تربي في البيت وعايزة تربي في المدرسة، لكن بعد العبء ده كله بتكون في متعة كبيرة جدا، يعني يا لأنك سلام، أنت بتحس بإنك أنت بتخلق في إنسان، أو أنت بتكون في 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 بتكون، في ايوه في في نشء يعني. نعم أنت بتكون في نشء، وأنت بتكون في نشء في البيت بتكون أولادك على مستوى أولادك، لكن في المدرسة بتحس بسعادة كبيرة جدا، وأنت بتنشئ في عدد من الطلاب أو الطالبات، وبتهيئ كل الطلاب ديل على أساس إنك أنت بتهيئهم في التعليم على أساس إن هم يلتحقوا بالجامعات ويكونوا كذا وكذا وكذا، لكن في الأول بتهيئهم كلهم إنه هيكونوا أسرة وهيكونوا أمهات إذا كانت المعلمة في مدرسة بنات، وهيكونوا آباء إذا كانت هي في مدرسة بنين، فهي بتهيئهم لأسرة قبل ما تهيئهم لجامعة أو تهيئهم لوظيفة أو تهيئهم لمهنة أو تهيئهم لتخصص معين. فكل الطلاب ديل هيمشوا للمجتمع عشان يكونوا أسرة، دي حاجة مشتركة بيناتهم. صحيح، عشان كده بتكون التربية هي أساس قبل التعليم، صحيح. وبيتهي حتى وزارة التربية، التربية نعم والتعليم بيطلق على وزارة التربية التربية أولا ثم التعليم، ثم التعليم، نعم. فهو يعني التربية أولا، يعني لأنه نعم. التعليم ذاته، ما هي التربية ذاتها تعليم، إنك نعم. تعلم الزول كيف تعامل في يتعامل المجتمع، في المجتمع، كيف ينخرط في المجتمع، نعم كيف أسلوبه يكون في الحياة، كيف ايوه يكون يعني خلوق كيف، خلوق، كيف يكون، أيوة، فتفاصيل كثيرة جدا نعم ومبادئ بتغرسها وفي ايوه في 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 هؤلاء في النشأ، الاولاد، ايوه، نعم في النشء، في اذا كان في اطفالك في البيت او في او في المدرسه. المدرسة، نعم حنجي لدورك اللي هو في المدرسه، وطبعا ده دور اكبر يعني اكيد، لانه كمان اولادك في البيت انت زي ما بيقولوا يعني من مولدتهم عارفه ده طبعه شنو، ده الحاصل نعم على بالضبط شنو، ده كده كيف، لكن في المدرسه ممكن يقول شنو بيختلف شويه، ما عارفه بيختلف، ده طبعه كيف وده نفسيته كيف، او دي انت في مدرسه بنات دي طبعه كيف ودي نفسيه عامله كيف، فبكون التعامل مرات هو بتجد صعوبه في الحاجه دي. نعم في طبعا المدرسة بتحوي يعني عدد كبير جدا من الطالبات صحيح، بمزاجات مختلفة ببيئات مختلفة وبتربية مختلفة، بعدها وطبائع احنا كل مختلفة. الأمزجة دي وكل التربية اللي جاتنا دي نحن عايزين نقومها إذا كان فيها خلل، وإذا وعايزين نرفع من مستواها إذا كانت هي جاتنا من طيب. يلا بتكون المشكلة اللي بتلاقينا أو بعض المشاكل اللي بتلاقينا يعني من الطلاب بيكون في العناد، بيكون في الشخصية المتزمتة، بيكون في، فلازم أنت كل الطلاب دول في الأول تحتويهم، لازم يكونوا قريبين منك جدا أنت كمعلمة، لازم يشعروا بأنك أنت أم بالنسبة لهم قبل ما تكوني معلمة، صحيح، إذا ما أديتيهم الإحساس ده الإحساس ده ما حي يكون في يعني صعوبة في بتكون في التعامل، صعوبة في التعامل جدا. يكون في مشكلة في الاستجابة ذاته، نعم استجابة الطالب للنصح للإرشاد بالضبط كده للتوجيهات. بالضبط كده، جميل، فكل ما كانت المعلمة هي قريبة من طالباتها، كل ما كانت المعلمة هي أدتهم الأمان وأشعرتهم بأن والثقة. هي عايزة تقوم، هي ما عايزة تعاكس، لأن الطالب هو حاجاته اللي بيعمل فيها بيكون مقتنع تماما أنها هي صحيحة، فهو لو شعر انه انا جاي فقط للتقويم وليس للمعاكسه فبتكون المساله تكون في سهله جدا، استجابة تكون في والمسألة سهلة استجابه. في التعامل. في بعض المشاكل بتضطرنا انه يعني الواحد يقوص في المشكله او يصل بها الى البيت او غيره، فلازم يكون في يعني درجه عاليه جدا من الوعي عند المعلم صحيح، عشان يحل بعض المشاكل، سواء كانت المشكله اجتماعية، مشكلة مادية، مشكلة سلوكية، غير من المشاكل. صحيح. المدرسة ما هي البيت الثاني، نعم. يعني المسؤولية بتكون تكون على المدرس هو المعلم أكبر، لأنه كمان الطالب بيكون معظم ساعاته بيكون هو في موجود في المدرسة المدرسة، والعدد فبالتالي كبير. والعدد كبير. صحيح نعم والأمزجة مختلفة. صحيح صحيح. حنجي مرة ثانية وبرضه حندردش لسه ونتكلم عن الأساليب كيف أنت ممكن تتعاملي بيها مع الطالبات في المدرسة، وتربية الأولاد ذاتها في البيت محتاجة لوقت أطول، لأنك يعني زول لما يكون راجع من العمل بيكون مرات في تنشن خاصة، في ستريس من العمل، فدي تفاصيل برضه حنجي لها مرة ثانية. ولكن خليني أرجع لأستاذ محجوب الحاج، و برضو الشاعر عليه مسؤولية بتقع على عاتقه، يعني
ف استاذ محجوب الحاج يعني باع من في القصائد بمختلف اللونيات المختلفه، اذا كان الشعر اللونيه العاطفي او الوطنيه او غيره او الاجتماعيه او غيره. فاكثر حاجه لما تمسك القلم وتكتب بتحس انه انت حريص اكثر حاجه على شو في كتابتك؟ يعني شوف، الشاعر ذاته معلم، صحيح، معلم لأمة اللي هي بيث فيها من خلال أعماله. أول حاجة الأخلاق، القيم النبيلة، حب الخير، صحيح، حب الوطن، دي كلها نحن بنكتبها في أعمالنا. وبعد ده برضه بنجحز الهمم للإنتاج ولرباط الوطن وكل مناحي الحياة. الشعر هو مرآة المجتمع اللي عايش فيه، صحيح، يعني كل الأشياء الدائرة دي احنا كتبنا فيها، سواء كان للأم، للأطفال، للوطن، للقيم النبيلة، في كل مناحي الحياة. صحيح، وانت ذاتك من خلال كتاباتك بتغرز قيم برضو ومبادئ في الانسان السوداني وفي الوجدان اللي انت بتخاطبه. ده الهدف الاساسي، غرس القيم النبيله، ودي اهم يعني مبادئنا نحن. صحيح، الكتابه صحيح، فالمزله هو مسؤوليه برضو، ما شعر عاطفي بس. بس الناس بيفتكر انه الشعر مرتبط طوالي الشعر معناته بالشعر بس بالغزل وكده، لا، كل مناحي الحياة. الشعر هو يعني بتصل من خلاله رسائل كثيرة جدا، وبتعالج قضايا اجتماعية برضو من خلال الكتابات الشعرية. طبعا أي شاعر بيكون عنده قضية، يعني صحيح، ما في شاعر ما عنده قضية، أي بمعنى أنه عنده هدف أو رسالة من كتابته أو رسالة، صحيح، رسالة لازم يوصلها ويكون أمين جدا في إيصال هذه الرسالة. فعشان كده الشاعر عنده مسؤولية في المجتمع كبيرة جدا. ما أنا ذكرت لك هو بيغوم المجتمع، عنده رسالة مهمة جدا في المجتمع، في مسؤولية كبيرة بيتقع على عاتقه. بعدين الأغنية دي أصعب رسالة، الأغنية عندها دور كبير جدا، لأنه أنت بتخاطب بها وجدان المجتمع، كيف تغوم سلوك وممكن تدمر سلوك، إذا كان تدمر بجنون بما يسمى بالغناء الهابط، ممكن تغوم سلوك بالغناء الهادف. صحيح، ونحن في اتحاد شعراء الغنية الحمد لله ما بنكتب الا الشعر الهادف، والحمد لله ساهمنا كثير جدا في تقويم وفي تشكيل وجدان الشعب السوداني بكل ما هو جميل. صحيح صحيح، وافتكر انه برضه دي مسؤوليه اكبر عليك كنائب الامين العام لاتحاد شعراء الاغنيه، برضه بيكون في حرص اكبر على انه على الاغنيه تصل بالمستوى المطلوب، وانه المحافظه على رصانه الاغنيه وجمالها. نطمن كل الناس بأن الاغنيه السودانيه في ايدي امينه وبخير، بيسمعونا كله فغاغيه، والله نحن براء منه اتحاد شعراء الاغنيه. بلاقونا بقول لنا شنو اخواننا شعراءكم الشعر الهابط اللي ده احنا ما بنسميه شعر ذاته، احنا شعرنا معروف والناس بتسمع وبتغنيه، والدليل على ذلك الى الان حتى الناس اللي غنوا وماتوا الجيل الجديد قاعد يغني فيه حس بيرددوا. صحيح، دي دلاله على انه كان رصين وشعر كان جيد وكان هادف. صحيح صحيح، وبيبقى متوارث عبر الاجيال. ما زلنا بنكتب الشعر الرصين، وعلينا على انفسنا انه نكمل هذه الرسالة ونكتب لهذا الشعب الطيب كل ما هو جميل. صحيح، ودي واحدة من المسؤولية اللي بتكون على عاتق الشاعر، المحافظة على رصانة الأغنية. جميل جدا، حنجي نستكمل حديثنا حول المفردة وحول دور الشاعر برضو في تقويم سلوك المجتمع، وأيضا دور الأم والمعلمة في تقويم سلوك النشء إذا كان في البيت أو في المدرسة، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا تواصل، فضل بكم معنا.